ما شاء الله روعة روعة جدا روعة، في إلكترونيات وكل شيء جديد ما شاء الله متطور بكل نواحي. الحمد لله طيب، يعني في أحدث التقنيات مليء بالتقنيات الجديدة، الأجنحة أيضا ما شاء الله يعني تعطيك نبذة ولو بسيطة يعني عن التقنية الحديثة اللي صايرة. المعرض جدا جميل، في كل ما هو جديد في التقنية نشوف أشياء جدا جميلة، في وين التقنية وصلت لحد وين متجهة. طيب في ركن كذا عجبك وشدك يعني؟ والله أكثر من ركن، بس الركن الوحيد اللي عجبني اللي هو الشركة العمانية للنطاق العريض. والله أكثر ركن مال الاتصالات، عندك وعندك عشان عمان تل الحين عندهم يقولوا حركة جديدة جاية بدل 4G 5G. شدني ركن التكنولوجيا وخاصة ركن الصور الواقعية، يعني كأنك داخل في الصورة كأنك في المشهد يعني نفسه. صراحة اللي هو مجلسكم هذه، لأنه في محاضرات بسيطة ومشاركات من ناس مختصين. حقيقة الركن متجر، أفضل ركن معي القرية الهندسية.